السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم application class dojo. هذا الابليكيشن أول ما ندخل عليه إما أن ننشأ حساب جديد أو أن نسوي ساينين إذا كان عندنا حساب من قبل. نقدر نسوي حساب حق طالب، حق ولي الأمر، وحق الطالب. الابليكيشن هذا الفائدة منه أنه يصير مثل شبكة تواصل بين هالثلاث أفراد. حق المعلم يحط اسمه الأول والأخير، ويحط الكنية مالته، والإيميل والباسورد، ويسوي له create account. حق ولي الأمر يحط إيميل وباسورد، عقب ما يضغط next يربطه مع حساب المعلم اللي مدرش له الانفايت. حق الطالب بس يدخل الكود اللي معطيه المدرس ويسوي تشيك كود، راح يدخل على راح يسوي له اكسس على الكلاس ماله على طول. هني انا عندي اكاونت، راح احط ايميلي. اول ما ندخل راح يكون هذا شكل البرنامج أول مرة تدخلون عليه. هني هو البرنامج متصل مع الشبكة، مع الموقع اللي أنا قاعدة فيه. فلما أضغط join school تطلع لي المدارس الموجودة يمي، أختار المدرسة اللي أبيها وراح يسوي لي يعني راح يربطني فيها. هني فوق الأكاونت setting هني يطلع اسم المدرس والإيميل ماله، وهني من هني يقدر يسوي reset حق الباسورد ويتحكم بالأشياء، أو إذا كان المعلم ولي أمر بنفس الوقت يقدر يحط حسابين بنفس الوقت بوقت واحد، سواء كان حساب مدرس ويقدر يضيف حساب حق ولي أمر بنفس الوقت عشان يتشيك على عياله. هني نقدر ننشئ، إذا إحنا عندنا كلاس نقدر ننشئ لنا كلاس جديد نسميه مثلا كلاس رقم 1، تختارون الصف اللي أنتوا قاعد درسونه. نختار الصف 10 مثلا ونسوي create new class. لازم نضيف أسامي الطلبة، فمثلا بنحط سارة، مريم، نورة، فجر، نادية مثلا، ونحط سيف. عندنا هذه السكيلز حق الكلاس نقدر نضيف عليهم، او ان نقدر هني نحط لهم حق الطالب عشان يشتغل. نضغط عليها راح نقدر هني نختار إذا نبي نحط مثلا حق الطالب المشاغب، نحط له هذه، نكتب مثلا مشاغبة. نقدر نخليها صفر أو ننقص الطالب من درجاته، فنحط له مثلا minus one. نحط create skill. عندنا هني هذول البوزيتيف، عندنا كل شيء، وكل واحدة منهم راح تزيد واحد. نقدر نغير فيها ونخليها مثلا تزيد 2 أو تزيد 3، على حسب ما احنا نبي. هني نحط سيف ونحط سيف. نقدر نضيف حتى هني إذا نبي نضيف سكيل جديد نقدر، مثل طريقة النيدز وورك. هني نقدر ندرش انفايت حق أهل الطلبة، مثلا خلنا ندرش حق مريم، احطها وندرش انفيتيشن مثلا، راح يكون عندنا انفيتيشن سنت، نحط دان. هني هذا شكل الكلاس. بس خلوا اوريكم شلون توصل الانفيتيشن.
توصل الانفيتيشن حق ولي الأمر بهذا الشكل إن مس الخرجي invited you to join class. هني بس يضغط على join class راح يوديه على الموقع مال الابليكيشن. يدخل ولي الأمر الباسورد ماله وبنفس الطريقة راح يطلع على بنفس الطريقة راح يدخل على طول على الكلاس مال ولده أو بنته. نرجع حق الابليكيشن. هني هذا الكلاس أول ما ندخل عليه في عندنا الاتندنس. إذا كانوا الطلبة كلهم حاضرين مثلا يقدر المعلم إنه ينادي الأسامي. إذا أحد الطلبة ما كان موجود يضغط ضغطة واحدة. إذا دخل متأخر يضغط ضغطة ثانية فراح يصير ليت. إذا كان موجود والمدرس مو منتبه عليه يقدر يضغط ضغطة ثالثة فيرجع مرة ثانية حضور. هني يطلع له التاريخ ونقدر نحط save attendance. تسيبت كذي بهالحالة صار عندنا الاتندنس موجود. هني نقدر نضغط select ومثلا عندي أكثر من طالب بزيدة درجة. مثلا أختار فجر وسارة أسوي لهم select. شنو سووا لي مثلا اثنينهم يجابون وايد فبهالطريقة صار عند كل واحدة درجة بالشفوي. أقدر أدني هالصوب وأسوي جروبات حق الكلاس. مثلا نحط جروب نختار أول طالبتين مثلا والجروب الثاني مثلا نختار الثلاثة. بكذي كوننا جروبين عشان يشتغلون فيهم الطلبة مثلا ونقدر نعطيهم درجات على طريقة الجروبات. مثلا هني عندنا هذا الجروب في فجر ومريم نقدر نسوي لهم أوارد ونحط لهم مثلا تيم وورك هم يشتغلون وايد زين مع بعض. نفس الطريقة هني عندنا هذا الجروب نفس الطريقة نقدر نسويها فيه. بالسيتنج نقدر نسوي إدت حق الجروب نقدر نغير الأسامي نقدر نغير الطلبة اللي بالجروب ونقدر همّن بنفس الطريقة نقدر نسوي ديليت حق الجروب. وهني عندنا الراندوم تقدر تختار طالب كذي عشوائي يعطيك اسمه ويشوف شنو تبي تسوي له. نقدر نطلع الريبورت مال الطالب مثلا هذا الطالب ما عنده شيء. مثلا نروح حق فجر عندها بوزيتيف اثنين وهني يبين لي انا شنو عطيتها وشنو سويت لها. عندها وركينج هارد وعندها تيم ورك. بالكلاس هم نفس الشيء نقدر نطلع كلاس ريبورت يطلع لنا انا شنو معطيه للكلاس شنو اسمه وين شنو سوى هذا الاسبوع انا مختاره شنو سوى هالاسبوع واقدر اختار عندي لي اكثر شيء لاست مانث. هني ننزل نشوف الأشياء اللي موجودة. نقدر نطرش مسج حق كل أولياء الأمور اللي معانا كل أولياء أمور الطلبة. لكن هني بالبرنامج لأن أنا الأولياء الأمور مو عندي فما أقدر أطرش شيء حق أحد. هذا كلاس ستوري يكون بهالطريقة. تقدر المعلمة تصور الطلبة وتكتب عليهم تعليقات عشان أهلهم يشوفونهم يحطون لهم لايك يحطون إذا عندهم تعليق أو شيء. إذا نبي نكتب فأنا هني مو مسويت له مثلا نكتب حصة ممتعة اليوم شكرا للجميع. راح توصل حق الطلبة وحق أولياء أمورهم يشوفونها ويقدرون يردون علينا بالكومنتس أو أنهم مجرد يضغطون لايك. هني المسجز نقدر نكلم والأمر كل طالب بشكل منفصل أو أني أقدر أكلمهم كلهم مرة واحدة. هذه فايدتها بدل لا نستدعي ولي أمر الطالب ونحرجه قدام ربعة أو إنه يخاف يوري أهله الانفيتيشن إنه عنده استدعاء أو شيء. من هني سهلة نضغط
نضغط ونشوف any new message، أقدر أختار اسم أحد وأطرش له. notifications هني تطلع لي إذا أحد من أولياء الأمور قبل إضافة الانفايت اللي أنا طرشت له، أو إذا أحد منهم طرش لي شيء عن طريق البرنامج. عندنا refer a teacher، إذا ضغطناها نقدر نخلي معلم ثاني يصير مثل صديقنا بنفس طريقة تويتر follower following، عن طريق الإيميل الأسمس تويتر والفيسبوك نقدر نسوي نطرش لهم دعوة. مثلا إذا هني بتويتر نبي نطرش هني، هذه الطريقة. إذا نبي نسوي sign out مثلا نضغط عليها ونضغط على السهم اللي نازل لي تحت ونضغط log out، وبكذي يكون معاكم application class dojo يفيدكم بالكلاس، طريقة الحضور والغياب، طريقة إعطاء الطلبة الدرجات، وإن شاء الله تستفيدون منه.